نأتي إلى العالم الحر المسمى بالحر، لكن المعرض عن طريق السماء والمعرض عن منهج رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحرب العالمية الأولى كم شخصاً قتل؟ 10 ملايين شخص في معركة واحدة، يعني في حرب واحدة 10 ملايين شخص قد قتل، وحسب المؤرخين فإن هذا المقدار لم يقتل مثله في 100 سنة الماضية في كل الحروب التي وقعت. 10 ملايين شخص قتل وجرح 21 مليون شخصا. ثم احتلبوا، الإنذار ليس للعالم الإسلامي فقط، للبشرية جمعاء. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا على مر التاريخ، إلى أن ترجعوا إلى منهج رسول الله وإلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم في الحرب العالمية الثانية كم شخصا قتل؟ هذه كان في الحرب العالمية الأولى عام 1917. ثم في الحرب التي انتهت ذلك الوقت، الحرب العالمية الثانية التي انتهت حوالي 1945، كم قتيلا قتل؟ 17 مليون إنسان قتل، هؤلاء الذين قتلوا في المعركة مباشرة. أما الذين قتلوا بتموجات الحرب من مجاعة ومرض وغير ذلك، ففي الصين وحدها قتل ومات 20 مليون إنسان، 20 مليون إنسان هكذا. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. لاحظوا، أنقل لكم بعض الكلام والحديث مطول في هذا الحاقل. يقول في الحرب العالمية الثانية وقد فقد حوالي 17 مليون منهم، أي من الجنود، لأن الأطراف جندت 70 مليون شخص في هذه الحرب. الإنسان اللي ما يعرف منهج السماء سواء أكان اسمه مسلما أم كافرا، نتيجة الدمار، نتيجة الدم والدماء والوحشية. وفقد الاتحاد السوفيتي حوالي 7,500,000 شخص في المعارك، وكان ضحايا القتلى في أمريكا، يعني ضحايا الأمريكيين، 400,000 أمريكي و 350,000 بريطاني في هذه الحرب، وحوالي 3,500,000 من الجنود الألمان، وحوالي 1.25 مليون جندي ياباني. تصوروا الكلام حول الخارطة البشرية، كلها دماء من اليابان إلى موسكو إلى ألمانيا إلى أمريكا. وبعد الحرب تشرد إلى أن يقول ملايين من الجياع والذين لا مأوى لهم في المناطق الخربة، ولا يعرف أحد كم من المدنيين ماتوا نتيجة للحرب العالمية الثانية، لكن التقديرات الأقل هي، ويمكن القول أن ما يقرب من 20 مليون من المدنيين، عفوا عكسنا الإحصاء، 20 مليون من المدنيين في الاتحاد السوفيتي و10 ملايين في الصين قد ماتوا، وحدث كثير من هذه الوفيات بسبب الجوع. هذا هو الإعراض عن منهج السماء، وهذا هو الإنذار الفاطمي للعالم الإسلامي وللعالم كله. الحرب العالمية الثالثة إذا حدثت، ما الذي سيحدث؟ والكل يتوقع، ممكن، لأن هذا العالم اللي نشوفه وهذه الدول المستكبرة التي تثير الحروب في كل مكان وتبيع السلاح لكل أحد، هذه لا تؤمن. الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية، ثم الحرب العالمية الثالثة، أي أمن؟ أصلا الظواهر تدل على أن ممكن أحد الأفراد، أحد الأطراف، لسبب أو آخر يحس بأنه محاصر فيهجم بقنابل نووية، والآخر أيضا يجيبه زر أحمر فقط موجود بيد الرئيس، وتشتعل حرب عالمية ثالثة لا سمح الله. قد يموت فيها هذه المرة 100 الملايين. لما؟ لمجرد العنجهية والكبرياء والطغيان والجبروت والإعراض عن منهج السماء.
ثم احتلبوا ملء القاع بدم، العالم كله دماء، العالم كله دماء، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا. سم، الحياة سم الآن، الحياة أليست سما الآن؟ والحديث عنها طويل، لا أريد أن أتوقف هنا، كان عندي حديث حول أن كيف الحياة هي سم في مختلف أبعادها، للنساء، للرجال، للأطفال، للأرامل، للأيتام، حياة كلها سم، للجامعي، للحوزوي، لكل إنسان. سمموا الحياة بما للكلمة من معنى. أنت مقيد في كل الحقول، تريد تروح للحج ما لك حق، تحتاج ويزا وتأشيرة وجواب، أي من أنت حتى تمنع عبيد الله وعباد الله من حج بيت الله الحرام؟ حياة سم. تريد التاجر ممنوع، تريد تحرث الأرض وتزرعها ممنوع، الأرض لله ولمن عمرها لا، الضرائب نعم، الطغيان نعم، الإيذاء نعم، الظلم نعم، هكذا حياة كلها سم، كلها مرارة. هذه حكومة الشيطان، وهذه نتيجة الإعراض عن منهج السماء.